اصحى يا نايم يا نايم اصحى. كراكيب 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 كراكيب. في قمر مجهول جوه مجرة، خدنا تمويل من برا. كراكيب 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 كراكيب. ومحطتنا الفضائية الوش ولا مرة تصيب، ببرامج مدفعجية مليانة بالأعجيب. اصحى يا نايم يا نايم اصحى، اصحى يا نايم يا نايم اصحى. مش معروف لينا عنوان ولا حتى لينا زمان، ما فيناش غير بس لسان بيكركب كل الدنيا. كراكيب 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 كراكيب. أصدقائي الحبايب، أصدقاء كراكيب، في الفقرة الجاية يسعدنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم المحبوب كواليس الكوابيس. يا مغيث، ناس وايدة تخاف من الكوابيس، وناس وايدة تدزلنا تسأل ليش نبتدي حلقتنا بالكوابيس. ونحن طبعا بنحمد ربنا أنه كوابيسنا ما تحققت. وبصراحة كذي احنا بنقدمها في محطتنا علشان ما تتحقق، يعني مثل ما بيقولوا عم نحاول نلحق البلاء قبل ما يوقع. تعالوا عاد نشوف المستثمر الصغير شنو هي البلوى الجديدة اللي رح يجيب لنا إياها. اتفضل يا سيدي، نسبتك في الإيراد بتاع الفكرة الأخيرة. أنهي فكرة يا سيادة المسؤول؟ أنا أصلي قلت لكم أفكار كتيرة. فكرة التذاكر اللي بنقطعها لسكان العمارات عشان نسمح لهم بركوب الأسانسيرات. دول بس في أول شهر؟ لا يا سيدي، في أول أسبوع. يلا أمري لله، أهو كل اللي يجي منك كويس يا سيادة المسؤول. ها؟ قل يا مستثمر يا صغير، ما عندكش فكرة جديدة تفتح بيها نفس حبيبك المسؤول؟ عندي طبعا، بس الفكرة الجديدة بقى محتاجة منك عربية بمقطورة علشان تنقلي فيها نسبتي في الأرباح. يا سيدي قول فكرتك وبعدين يبقى ربنا يسهل في نسبتك. انتوا مش بتحاسبوا الناس على النور اللي بينوروا بيه بالليل؟ ايوة طبعا. طيب ليه ما تحاسبهمش على النور اللي بينوروا بيه الصبح؟ نور ايه ده اللي بينوروا بيه الصبح؟ ودي عايزة فكاكة، نور الشمس. معقولة يا مستثمر يا صغير؟ عايزنا نحاسب الناس على نور الشمس؟ وليه لأ يا سيادة المسؤول؟ يا مستثمر افهم، الشمس دي من عند ربنا، يعني ما بنعملهاش بأيدينا. طب ما هي المطرة برضو من عند ربنا، اشمعنا يعني لما بترخ الناس بتقول ليه الحكومة سايبالنا الشوارع غرقانة؟ هو انتوا في فرحهم منسيين وفي غرقهم متدبسين؟ تعرف ان معاك حق يا مستثمر يا صغير، لكن ازاي بس نحاسب الناس على نور الشمس؟ بسيطة قوي، هو نور الشمس بيدخل منين؟ يدخل من الشبابيك والبلكونات. حلو، يبقى علشان الناس يدخل لها نور الشمس محتاجة تفتح الستاير وبعد كده تفتح الشيش. ها وبعدين؟ انتوا بقى هتعملوا صفقة عدادات مستوردة من بلاد برة، وهي فرصة يا عم، ما انا عارفك بتحب الاستيراد بالعملة الصعبة. العدادات دي هنعمل بيها ايه بالظبط؟
هتدوا لكل بيت عدادين، عداد ستاير وعداد شيش. كل ما المواطن يفتح الستارة العداد يدي أمارة، وكل ما يفتح الشيش العداد يسجل الفتحة وفوقها البقشيش. مش قادر أتصور إننا حنقدم للناس آخر الشهر فاتورة اسمها فاتورة نور الشمس. طب اسمع، علشان منظمة حقوق الإنسان ما تمسكش عليكوا حاجة، ادمجوا فاتورة نور الشمس مع فاتورة نور الكهرباء وسموها فاتورة الطاقة. في ايه بسارير؟ في الراجل في اوضه النوم. طب انزلي تحت اللحاف وكملي نوم، ده اكيد حرامي. حرامي؟ حرامي يا سبع البرمبة، حرامي. عايزنا ننام ونسيب الحرامي. يا شيخة ما تحطيش في بالك، هو يعني احنا حيلتنا حاجة عشان يسرقها؟ الحق، ده قاعد جنب الشباك مش راضي يتحرك. أما حرامي خايب صحيح، وينط من الشباك ليه ويعور نفسه؟ ما هو عنده باب الشقة اللي دخل منه. يا راجل أنفذ وشوف الحرامي ده عايز ايه بالزبط. حاضر، أديني حفز أهو. جازر، الحقنا يا جازر. صباح الخير يا سيادة الحرامي. حرامي، أنا حرامي. أسحبها أسحبها أوام يا جدع أنت. يو أديني سحبتها. عايزنا ندهلك بقى بإيه، شيخ منصر ولا حوت صغير؟ يا بني آدم افهم، أنا كشاف النور بتاع الشمس جاي أسجل القراية بتاعة عداد الشيش والستارة عشان الفاتورة تجيلكوا مظبوطة آخر الشهر. يا دي النيلة، وإزاي دخلت من باب الشقة وطبيت علينا في أوضة النوم وإحنا نايمين يا كشاف الغبرة؟ أصل المسؤول طبع نسخة من مفاتيح الكوالين عشان نقدر ندخل الشقق والدكاكين حتى لو كانوا أصحابها مسافرين ولا زيكوا نايمين. طب إيه رأيكوا بقى إننا بالعدادات بتاعتكوا ديت مظلومين؟ هو مش العداد بتاعكوا بيعد علينا كل سحبة ستارة وكل فتحة شيش عشان يحاسبنا على نور الشمس؟ هو كده بالظبط. طيب ما احنا بنفتح الشباك بالليل عشان يدخل لنا شوية هواء، يعني مش عشان نور الشمس ولا حاجة. والله فكرة، انا حجر على سيادة المسؤول عشان يعمل لكم عداد جديد مخصوص عشان الهواء. أعزائي المشاهدين، غلطان كتير اللي بيصدق الجملة اللي بتقول إنه إدارة فخامة الرئيس جنابه مدلع أحبابه تنقسم إلى قسمين، حمائم وصقور. الحقيقة إن كلهم صقور في صقور. الناس سموا شوية منهم حمائم لأنه رأي هالحمائم إنه فخامة الرئيس ياخد موافقة الدول الأوروبية قبل ما يضرب ضربته العسكرية للشقيقة العراقية. لكن عشان نعرف الحمائم هذيلة شلون يفكرون لازم نفهم التحاليل السياسية. الحمائم عم بيقولوا انه دولة القطب الواحد حتضرب ضربتها حتى لو بقية الدول ما اعلنت موافقتها. وهم بس يبون ياخذون الموافقة علشان لما يدخلون الحرب بروحهم ما تكون الفاتورة كبيرة على قلوبهم. وبالفقرة الجاية حنشوف فخامة الرئيس جنابه مدلع احبابه وهو عم يعمل حساباته قبل ما يضرب ضربته.
مستر بريزيدنت، دونت واري، احنا لسه مش هنضرب ضربتنا دلوقتي. انا مش قلقان على الضرب، كنت لسه رئيس. انا قلقان عشان الحملة الاعلامية اللي احنا عملناها عشان نكسب بيها تعاطف الدول العربية. بي شور مستر بريزيدنت، الحملة هتحقق نتائج ايجابية. المشكلة دلوقتي في حبيبة قلبك ننوسة عينك اللي عاملة حملة إعلامية عكسية. ننوسة عيني أنا عاملة حملة عكسية؟ كل مجلات وجرايد ننوسة عينك بتقول إن أنت لو رجعت في كلامك وما ضربتش عراق تبقى فقدت مهابة في شرق أوسط. وبتقول إيه كمان؟ بتقول لو سبنا زعيم عراقي من غير ضربة عسكرية يبقى بكرة الصبح هيضربنا بقنبلة نووية. مشكلة ننوسة عيني إنها حاطة إيدها على الزناد عشان تضرب معايا العراق، مع إني أنا شخصياً لسه ما لبستش الخوذة. Don't worry Mr. President، أنت ما تسمعش كلامها. Take your time، اضرب ضربتك على مهلك. أخاف لحسن ننوسة عيني تزعل مني وتخصمني. أنت عارفة أنا بحبها قد إيه وما أقدرش على زعلها. يعني هتسمع كلامها وتعجل بضربة عسكرية؟ حضري ساندويتشات، كنت لسه رئيس. مش عايز أي طيارة عسكرية تنزل أي قذيفة قاتلة على شعب عراقي مسكين من غير ما يكون معها ساندويتش همبرجر بالكاتشب والمستردة. أصدقائي الحبايب، أصدقاء كراكيب، رجال البريد اشتكوا اليوم من عشرات الرسائل اللي جايتنا يستنجدون فينا وتقول لنا الحقونا. في عصر الفيمتو ثانية، شركات التليفون المحمول رافضة لحد هلأ أنها تعترف بنظام الثانية، والمواطن اللي بيتكلم في المحمول 10 ثواني بيدفع سعر دقيقة كاملة، والمواطن اللي بيحكي دقيقة أو ثانية بيدفع سعر دقيقتين. ومعانا اليوم على الهواء الأستاذ حسن نظرية، مسؤول الفواتير المهولة في التليفونات المحمولة. معقول المواطن يحكي ثانية واحدة ويدفع سعر دقيقة يا أستاذ نظرية؟ هي دي النظرية. احنا بصراحة ما نقدرش نحاسب الناس غير دقيقة بدقيقة، لأن الأجهزة اللي معانا مش دقيقة قوي، والحساب بالثانية محتاج أجهزة تانية. طيب وليش ما تجيبون الأجهزة الثانية وتحاسبونا بالثانية مثل كل الدول الأجنبية؟ لأننا لو حسبنا بالثانية الإيراد حيقل بنسبة 30%. طيب كمان هالإيراد عم بيخف، والناس لما عم تجي الفاتورة مثل النار، نصهم عم يبيع المكنة ويلغوا الخط، والنص الثاني حالف يستقبل وما يتصل عشان ما يدفع غير قيمة الاشتراك في الخط. شوف بقى، حلوة خسارة قريبة أفضل من مكسب بعيد. والناس فعلاً لو عايزيننا نحاسبهم بالثانية يلموا من بعضهم ويشترونا الأجهزة بتاعت النظام الجديد.
أعزائي المشاهدين، إشاعة قوية سرت في كل الأوساط العربية والعالمية. تقول الإشاعة أنه السيد كوفئ تمام قد قرر أن يترك ملف القضية العراقية للسادة أصحاب القضية، وقرر الانسحاب دون أن يعلن الأسباب. والعرب الآن في بيت العرب مجتمعون، حائرون، قلقون، يتساءلون في جنون. ما هو السبب وراء هذا الانسحاب الزؤام للسيد كوفئ تمام؟ كاميرا كراكيب الخفية استطاعت أن تتسلل من الأبواب الخلفية فتنقل لكم جلسة البحث عن الأسباب. ابقوا معنا. سيد كوفئ تمام، صحيح الكلام اللي احنا سمعناه؟ نعم صحيح جدا، لقد يئست من وقود فخامة الرئيس جنابه ميدال أعبابه، فقد وعدني بألا يضرب إيراك إذا وافقت على عودة مفتشين دوليين، وعندما وافقت أصر هو على الضربة. يا سلام، أنت الحين صحيح تمام التمام عشان ما تنفذ المطلوب وما تسمع الكلام. ما عندك فكرة يا سيد كوفئ، حنا هالحين فخورين وفرحانين بحضرتك قديش. بالعكس، احنا الحين زعلانين أكتر من الأول عشان فخامة الرئيس جنابه مدلع أحبابه مش حيلاقي حد يقف قدامه. نعم يا سيد كوفئ، كان عليك أن تقف في وجه الرئيس جنابه مدلع أحبابه وتدافع عن العراق بكل إصرار. لا لا يا سيد أبر أسارات، لا، لقد قلت لكم أنني يائس ولكني لم أقل أنني سأقدم على الانتحار. عزيزي المشاهد، بين كل العناوين بالمجلات والجرايد خبر لفت نظرنا يقول سكة الندامة. قالت صحيفة سان فرانسيسكو الأمريكية أن خريجي كلية هاس لإدارة الأعمال بجامعة كاليفورنيا سيتم توجيههم لزيارات تفقدية في السجون حتى يروا بأعينهم المديرين والمسؤولين المتهمين في قضايا أخلاقية ومهنية ومالية، حتى يتعلم مديرو المستقبل من خريجي الكلية ألا يقوموا بتقليد هذه النماذج السيئة بعد أن يروا مصائرهم بأعينهم. عندما اتصلنا ببعض المسؤولين وعرضنا عليهم هذه الفكرة الذكية وسألناهم أن يطبقوها في بلادنا، قال لنا أحدهم ورده مسجل عندنا، إيه مستحيل نطبق هالفكرة عنا، مو معقول ناخد الطالب ندور فيه على مليون زنزانة كل يوم. It's high end.